المجمع تأسس سنة 2017. المجمع يضم 12 منخرطة و35 امرأة منتفعة غير منخرطة. من الأنشطة متاع المجمع هي تقطير الزيوت الطبية والعطرية، تجفيف النباتات وتحويل المنتوجات الغذائية مثل الكسكسي، المعجون، رب الخروب. انخرطنا في المنصة التشاركية بسليان في 2017 من أجل النهوض بالمنطقة، من أجل التشارك في توسكي ماتريال، تبادل الأفكار، تبادل الخبرات. التعاون التونسي الألماني وجي زاد عاونونا برشا توسكي ماتريال، كما البريس متاع القرضوم، كما الاستراكتور، كما الهشوار افيون. وفرنا عدة برشا تكوين في عدة اختصاصات مثل تكوين في تقطير الزيوت الطبية والعطرية، تكوين في عصران القرضوم، في فورماسيون في التكوين المالي والإداري للمجامع، فورماسيون برشا حاجات الحقيقة استفدنا منهم بفضل الجي زاد باش نحاولوا ان نقدموا، نحاولوا ان نعرفوا برشا حاجات جديدة. على ما بدينا كنا نقطروا في بريسك نوع ولا اثنين بركة من الزيوت، توا ولينا نقطروا في برشا انواع منهم زيت الكليل، زيت الزعتر، زيت النعناع، زيت البسباس، الريحان، برشا برشا زيوت نقطروا فيها. كنا الحقيقة نقطروا بمعدات بسيطة برشا القطار العربي، توا كينا ولينا عنا تجهيزات متطورة نقطروا بها، ولت عنا وفرة في الإنتاج، منتوج ذو جودة عالية، تمكنا من تحسين المنتوجات متاعنا من أجل القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية والتفاوض باش نسوقوا المنتوجات متاعنا. كنت ننتج وحدي وكنت يعني خدمة عشوائية نخدم فيها، لكن توا بطريقة التكوينات اللي مع المجمع تعلمت حتى كيفاش نخدم وسلعتي تكون سلعة باهية مش خايبة. كي نعمل أي سلعة أي خدمة من منتوجات المرأة الريفية نلقى وين نروجها. اليوم وصلنا باش نوفروا مواطن شغل للمرأة الريفية وكذلك للمرأة المتخرجة اللي ما لقيتش موطن شغل، دونك انضمت لينا في المجمع هذايا باش تخدم معانا. اللي نتمناه ان تكون عندنا اسواق خارجيه باش نجمو نصدروا منتوجاتنا لبرا.